طيب تعالوا كده ناخد مثال صغير ونطبق الكلام ده على الايميوليتور بتاعنا. طيب تعالوا عندنا امرين دول اللي احنا هنشتغل عليهم النهارده، امر اسمه موف ده في الانستراكشن سيت، ده مسؤول عن عمليه نقل المحتوى اللي هنا يحطه هنا. يعني الموف ده بياخد تو اوبرانز، بياخد الكونتنت اللي هنا يحطه هنا. فلو قلنا ان دي مثلا الاي ال ودي البي ال، انها هتاخد محتوى البي ال تحطه جوه الاي ال، يبقى ده بالنسبه لامر الموف. طيب امر الاد، لو قلت اد الاي ال والبي ال هيعمل ايه بقى؟ هياخد الاي ال والبي ال يجمعهم في الاي ال يو، هيعمل عمليه اديشن ما بينهم، والناتج هيحطه فين؟ في الاي ال. يبقى هياخد الكونتنت بتاع الاي ال والبي ال يجمعهم ويحط الناتج في الاي ال، ده معنى امر الاد. فالامرين دول احنا بس هنسيميوليت بيهم شويه حاجات كده صغيره، تمام؟ ده بينتمي لكاتيجوري اسمها الترانسفير او الداتا ترانسفير انستراكشن، والاد بينتمي لحاجه اسمها الارثماتيك انستراكشنز. تعالوا ناخد مثال صغير جدا ونشوف علاقة الستيتس فلاج أو اللي هو الفلاج ريجستر بيعمل إيه. تعالوا نشوف مثلا لو قلت موف للاي ال وحطيت له قيمة مثلا 3.8 بالهكسا ديسيمال، وقلت له اعمل عملية اد للاي ال مع 2 اف بالهكسا ديسيمال. طيب امر الموف هيعمل ايه؟ هيحط الرقم ده جوه الاي ال. طيب الرقم ده تعالوا نكتبه بالباينري، الثمانية هتبقى 0001 والتلاتة هتبقى عبارة عن 1100. طب ليه يا باشمهندس كتبتها في 8 بت؟ لان انا مخزنه في الاي ال، والاي ال ده اللي هو الجزء اللي من الريجستر اللي اسمه ايه، يبقى دول 8 بت، ده اول رقم. طيب عملية الاد بقى هتاخد الرقم ده اهو تجمعه على محتوى الاي ال اللي هو هنا. طيب تعالوا الرقم ده تعالوا نكتبه كده بالهكسا ديسيمال، نحوله الباينري، الاف عباره عن 4 وحايد. طيب الاثنين عباره عن 0100. تعالوا نجمع الرقمين دول على بعض، لما اجي اجمعهم على بعض 01 هتبقى 1، 01 هتبقى 1، 0 زائد 1 ب1، 1 زائد 1 هتبقى 2، 2 بالباينري اللي هي 10، فهتبقى 0 ومعناه الواحد. 1 زائد 1 برضه هتبقى 2 اللي هي 0 ومعناها الواحد. 1 زائد 1 زائد 1 يعني 3، 3 دي اللي هي 11 بالباينري، يعني 1 ومعناها الواحد. بعد كده ده هيبقى 1 زائد 0 زائد 0 هيبقى 1، يعني انا اخر بيت دي هتبقى 0. لما اجي اجمع 0 زائد 0 هتبقى كام؟ هتبقى 0. والكاري هنا الكاري بزيرو، فعشان دول لازم 8 بت لان هخزن الناتج في الاي ال. فالكاري برضه لسه بصفر. الساين بتاعت الناتج دي اخر بيت موجوده، فالساين بكام؟ بصفر لانه رقم موجب. طيب لو ما اجيب اشوف الزيرو فلاج، هل الناتج ده قيمته صفر؟ لا قيمته مش بصفر، فالزيرو فلاج هيبقى بزيرو. طيب الاوفر فلو فلاج، انا هنا جمعت موجب 56 زائد موجب 47، فالناتج هيطلع موجب 103، الرقم ده 103 بالباينري لان اشارته موجب، فما حصلش اوفر فلو، فالاوفر فلو هيبقى بصفر. الباريتي فلاج هو في عدد الوحايد اللي موجوده في الناتج، عدد الوحايد كام؟ هتبقى 1 و2 3 4 5، فالخمسه دول عدد فردي فده هيبقى بصفر، ده معناه ان هو عنده اود، عدد الوحايد موجود اود، تمام. في عندنا حاجه اسمها الاوكسيلري فلاج، دي بس بنهتم بيها في البي سي دي، ده برضو فلاج ما كنتش قلت عليه، فده مش مهم قوي دلوقتي بالنسبه لنا. طب تعالوا نشوف مثال تاني بسرعه كده علشان ننفذ الكلام ده. لو انا قلت موف للاي ال 9 سي وموف للبي ال 64، وقلت اعمل عمليه اد للاي ال والبي ال. طيب الاي ال هيبقى فيه 9 سي، تعالوا نكتب ال 9 سي هتبقى بالباينري بالشكل ده 0011، دي اللي هي السي، ودي هتبقى عباره عن 1001
فده اللي هو التسعة، وخلي بالكوا ده هيبقى رقم سالب. طيب الرقم الثاني 64 ده طبعا بالهكساديسيمال، فالأربعة هتبقى عبارة عن 0010، والستة هتبقى عبارة عن 0110، ده رقم موجب. فتعالوا نترجم الرقمين دول. لو انا شفت ده كام بالباينري اتحولته لديسيمال، اكني بقول ده سالب 28، الرقم ده مكافئ لسالب 28، دي السالب ودي ال 28. طيب الرقم ده كام؟ ده هيبقى عبارة عن موجب، يبقى موجب 100، فأكني بقول سالب 28 زائد 100، فالمفروض الناتج هيطلع كام؟ يعني لو أنا عملت العملية دي بره، سالب 28 زائد 100 هيطلع 72 بالموجب، ده الناتج. طيب تعالوا نعمل عملية الاديشن بالباينري ونشوف هل الناتج هيبقى موجب 72 ولا لا. 0 و0 هيبقى 0، 0 زائد 0 0، 1 و1 هيبقى 2 اللي هي 0 ومعنى الواحد، 1 و1 هيبقى 2 اللي هي 0 ومعنى الواحد، 0 ومعنى الواحد، 0 ومعنى الواحد، 0 ومعنى الواحد، دول هيتجمعوا برضو هيبقى 0 ومعنى الواحد، دول الثمانية بيت بتوعي بتوع الناتج. فهل الناتج ده بيمثل لي 72؟ هل ده موجب 72؟ الناتج ده موجب 0، طبعا ده ناتج غلط اكيد. فمبدئيا كده اول ما نبدا، هل حصل اوفر فلو؟ اه حصل اوفر فلو، فالاوفر فلو فلاج بواحد، حصل اوفر فلو. طيب بالنسبه للساين فلاج، الناتج اللي هنا اشارته ايه؟ موجبه، فيبقى الاس بصفر، ده معناه ان هو موجب. طيب الكاري، الكاري فلاج بكام؟ الكاري فلاج اهو ده قيمته كام؟ واحد، يعني ده قيمة الكاري. طيب الزيرو فلاج، هل الناتج ده بصفر؟ اه الكونتنت بتاع الناتج النهائي زيرو، فده هيبقى بواحد، الزيرو فلاج هيبقى بواحد. طيب الباريتي فلاج، عدد الوحايد هنا كام؟ هو مفيش وحايد، فعددهم صفر، فهنعتبرها زوجي، يعني ده هيبقى بواحد، ده الستيتس ريجستر بتاعنا. لو قلت موف ال AL ل 50 بالهكس، وقلت موف لل BL 32 بالهكس، وبعد كده قلت اعمل عملية اد لل AL وال BL. طيب تعالوا نشوف، عندي هنا ده ال 50 هتبقى عبارة عن كام؟ هتبقى عبارة عن 0 0 0 0، وال 5 هتبقى 1 0 1 0، ده أول رقم. ال 32 هتبقى 0 1 0 0، وال 3 هتبقى 1 1 0 0. طيب الرقمين دول لما نيجي نجمعهم على بعض، ده هيبقى 0، ده هيبقى 1 0 0، ده يبقى 0 ومعنى الواحد، 0 ومعنى الواحد، 0 ومعنى الواحد، ده يبقى 1 والكاري بصفر، ده الناتج. طيب الرقم ده موجب والرقم ده موجب، الناتج طلع ايه؟ سالب. هل في اوفر فلو؟ من غير ما ترجم الارقام اكيد في اوفر فلو، فالاوفر فلو بواحد. هل الرقم ده بزيرو؟ الزيرو فلاج لا مش بصفر، فالزيرو فلاج بزيرو. طب الساين الاشاره بكام؟ الاشاره بواحد. طيب بالنسبه للكاري، الكاري بكام؟ الكاري بصفر. عندنا طب الباريتي فلاج، عدد الوحايد هنا كام؟ ادي 1 2، عدد الوحايد زوجي، يبقى الباريتي فلاج هيبقى بكام؟ ايفن، فهيبقى بصفر. طب احنا دلوقتي هنتكلم على انواع الاسمبلرز. في عندنا اسمبلر اسمه الماسم، الماسم ده اللي هو بتاع مايكروسوفت، مايكروسوفت اسمبلر ده بتاع المايكروسوفت، وده كومباتبل مع الويندوز، وبيمشي مع ال 16 وال 32 وال 64 بت ويندوز. طيب في عندنا اسمبلر تاني اسمه الناسم، ده عباره عن اللي هو تبع اللي هو نت وايد اسمبلر، ده كومباتبل مع الويندوز ومع اللينكس، ده عشان انواع الاسمبلرز اللي هي بتترجم الاكواد الاسمبل لانجوج يعني، وده برضو كومباتبل مع ال 16 وال 32 وال 64 بت.
عندنا حاجة تانية اسمها التاسم أسيمبلر. التاسم ده اللي هو التربو، ده بيشتغل مع الويندوز وبيشتغل مع كله برضو يعني، بس هو شغال أكتر مع الويندوز وبيشتغل مع الاتنين 16 واتنين وتلاتة. في عندنا الفاسم أسيمبلر اللي هو الفلات أسيمبلر، ده بيشتغل برضو مع اللينكس والويندوز وبيدعم الاتنين وتلاتين والاربعة وستين بت. تمام؟ فالدول انواع الاسمبلرز عشان يعني الاسماء التجاريه بتاعتهم. الديباج بقى او الديباجر او الايميليتور هو بيبقى جواه الاسمبلر ده، يعني هو بيبقى امبلمنتد جواه الاسمبلر عشان تشوف تنفيذ الاوامر من جوه عامله ازاي. تمام، دي اللي هي انواع الاسمبلرز. تعالوا بقى نشوف الايميليتور بتاعنا. هو في الاخر بيقول لك ده ال 8086 مايكرو بروسيسور ايميليتور، فعايز تعمل نيو هقول له هنا نيو، تختار اول واحده اللي هو الكوم تمبلت ده، يعني سيمبل تمبلت فاضي ما فيهوش اي حاجه، وده شكل الحاجه اللي هكتب فيها الكود. هو حط اكبر حاجه 4. الايميليتور ده يعني هو طبعا يعني بيسيموليت ال 8086 مايكرو بروسيسور. طب تعالوا بقى نشوف كده نكتب كود. الاورج او الاوريجن بتاعك 100 اتش، ده بيحدد الستارتنج اوفست بتاعك، وهنتكلم عن النقطه دي بالتفصيل لما نوصل للميموري ادريسنج، بس اعتبر دي اللي هي نقطه بدايه الكود بتاعك. وريتيرن اللي في الاخر دي علشان تنهي الكود. تمام، تعالوا نكتب الكود اللي احنا قلناه من شويه. لو انا عايز اعمل موف، اكتب موف ال AL هنحط جواها 50 اتش، ده رقم الهكسا ديسم. وبعد كده هعمل موف لل BL ونحط جواها 32 بالهكسا ديسم. وتعالوا نعمل عمليه اديشن لل AL وال BL، والناتج باي ديفولت هيتخزن في ال AL. لما نيجي نرن هضغط على ايميوليت اللي هو يعني يبدا السيميوليشن بتاعي. هنلاحظ هنا بقى ايه، ده الكونتنت اللي قدامنا ده هو عباره عن يعني تمثيل كده للريجسترز والكونتنت بتاع الميموري اللي موجود جوه. ده الكود بتاعنا، الكود بتاعنا هتلاقيه بيقول لك بادئ من عند 700 باوفست 100، ال 100 دي الاوريجن بتاعي. هتلاقي الموف اي ال 50، موف البي ال 32، وبعد كده عمليه الاد اي ال، فالكود بيبقى مكتوب هنا. طب ايه اللي هنا بقى اللي في الناحيه الشمال؟ ده التمثيل بتاعه جوه الميموري جوه الرام. فده الفيزيكال ادرس اللي هو عند 7100، ده الفيزيكال ادرس، وهنشوف العلاقه بين اللوجيكال والفيزيكال بعدين. ده التمثيل بتاع كل امر في الميموري عامل ازاي. فده محتوى الرام وده الكود بتاعنا. طبعا هتلاحظ ان كل سطر في الكود بتاعنا متمثل في 2 بايت في الرام، والسطر الثاني برضه متمثل في 2 بايت، السطر الثالث متمثل في 2 بايت. تمام، مين بقى اللي على الشمال دول؟ دول الريجسترز. ادي الاي اكس وده اللو والهاي بتاعه، البي اكس وده اللو والهاي بتاعه، والسي اكس والدي اكس نفس الكلام. والباقي دول بتوع البوينترز، نخليهم دلوقتي احنا تركيزنا بس على الاي اكس والبي اكس والسي اكس والدي اكس. طب فين الفلاج بالريجستر يا باشمهندس؟ هتلاقي تحت كده تاب اسمه فلاجز، لو ضغطت عليها هيجيب لك محتوى الفلاجز ايه، وده اللي احنا عايزين نتابعه. هتلاقي اول واحد ده الكاري فلاج، الزيرو فلاج، ده الساين فلاج، الاوفر فلو فلاج، وده الباريتي فلاج، وده اللي هو الاوكسيلري فلاج، ده يعني ده تبع البي سي دي مالناش دعوه بيه دلوقتي، ده الانتربت فلاج، وده الدايركشن فلاج بتاع مين؟ هو زيرو قال لك فورورد وباكورد، ده بتاع السترنج. والانتربت دايما هتلاحظ ان هو دايما بواحد، لان السي بي يو دايما بيستجيب للانتربتس، فعشان كده الديفولت انه بواحد. طب تعالوا ننفذ اول امر. طبعا هنلاحظ ان الاي اكس والبي اكس او الاي ال كلهم بصفار، كل قيم الريجسترز بصفار. لو نفذت اول امر وعملت سنجل ستيب كده نفذ الامر الاولاني. شايفين الاي ال بقى بكام دلوقتي؟ اللو حط فيها ال 50، وهتلاقيه يعني اوتوماتيك كده نقل على الامر اللي بعده. طب تعالوا نشوف الفلاج ريجستر بقى بكام؟ ما تأثرش بأي حاجة لأن دي عملية موف. الفلاج ريجستر بيتأثر بعملية الجمع. طب تعالوا ننفذ سنجل ستيب كمان، هحط في البي ال 32، هنلاحظ البي ال دلوقتي بصفر.
تعالوا نعمل سنجل ستيب نفذ الامر ده، حط ال 32 في البي ال بالفعل. طيب هل الفراج ريجستر اتاثر بحاجه؟ لا، اوف ما بتاثرش على الفلاج. دلوقتي بقى انا هجمع الاي ال على البي ال، دي اللي هتاثر على الفراج ريجستر. تعالوا نعمل سنجل ستيب وننفذ، هنلاحظ ان الناتج حطه فين؟ بقى 82، اتحط اوتوماتيك في الاي ال لان انا اللي قلت له. طب الفلاج ريجستر بقى، هل في كاري؟ مفيش. هل الناتج بزيرو؟ لا. الاشاره بتاعت الناتج ايه؟ بواحد زي ما احنا طلعناها من شويه. طب حصل اوفر فلو؟ اه، لان الرقم الاولاني موجب والرقم الثاني موجب، بس الرقم الناتج سالب، عشان كده قال لك حصل اوفر فلو. طب الباريتي فلاج، عدد الوحايد اللي جوه، احنا كنا من شويه حسبناها كان عدد الوحايد، فهو كان عدد الوحايد زوجي، فالباريتي فلاج كان بواحد، والانتربت فلاج كده كده بزيرو، كده كده بواحد. تمام. يبقى ده عمليه الديباجنج بتتم ازاي. سيب لكم اللينك بتاع الداونلود في الديسكريبشن لما انزل الفيديو ده، بحيث ان برضو لو انتوا عايزين تنزلوه تعملوا سيميليشن ليه. فتعالوا نعمل مثلا عمليات تانية. لو عملت مثلا اكتر من عمليه موف، لو قلت موف، بعمل موف عشان اشوف محتوى ريجسترز، لو قلت له الاي اكس حط فيها مثلا اف اف 0 سي. طيب انت ليه حطيت هنا اربع ارقام؟ لان خلي بالك الاي اكس 16 بت، فاقدر اخزن فيه اربع ارقام هيكسا ديسما. طيب نشوف لو عملنا موف للسي اكس، حطينا فيه مثلا 00 3 3 بي بالرقم ده بالهيكسا ديسما. لو عملت موف للدي اتش، لو حطينا جواه طبعا ده 8 بت، فهنحط جواه مثلا 47 ده بالهكس. تعالوا نعمل موف للدي ال، جزء اللو هنحط فيه مثلا 60 ده بالهكسا ديسيمال. وتعالوا نعمل موف للدي اكس كله على بعضه ونشوف ايه اللي هيحصل لو حطيت جواه 4 5 A 7 ده بالهكسا ديسيمال برضه. بلاش عمليه اديشن دلوقتي، انا بس عايز اتست موضوع الموف. طيب تعالوا نشوف الكلام ده لو عملنا له ران، نعمل باك ستيب. اول رقم لما اعمل اي ال احط فيها 50، فلو عملت ران الاي ال بقى فيها 50، لو عملت ران ثانيه البي ال بقى فيها 32، لو عملت ران ثانيه السي اكس كلها على بعض بقى فيها 003 بي، فهو طبعا عشان ده باي ديفولت بصفر فهو ما عملش فيها حاجه، فساب الهاي زي ما هو. طيب الدي اتش حط فيها 47، لو عملنا ران هيحط 47 في الدي اتش الواحد. طب الدي ال يحط فيها 60، هيحط في الدي ال 60. طيب تعالوا نحط في الدي اكس بقى الرقم ده كله، فالدي اكس بقى فيها 45 اي 7 الرقم اللي انا كنت كاتبه هنا. تمام. فده بالنسبه لايه؟ للكود اللي انا كاتبه من شويه. فطبعا هو ريتيرن ده بقى بيترمينيت البروجرام. هو فكره الايميليتور هو بس بيعرض لك محتوى ريجسترز عباره عن ايه، وبتنفذ ستيب باي ستيب علشان نشوف الناتج بتاعك. ده بالنسبه للجزء بتاع النهارده، يعني معلش ان طولت عليكم شويه النهارده، ولكن يعني ده بس عشان اول يوم في الايميليتور واول مره نخش في الاسمبلي بروجرامنج. بعد كده بقى هنمسك الانستراكشن سيت واحده واحده، ونبدا نشوف بقى عمليات معقده ونعمل لوبنج وعمليات اف ستيتمنتس جوه، وهيبقى الكود اصعب من كده. ولكن انا قبل ما انقل للنقطه دي لازم بس اكون فاهم ازاي الريجسترز من جوه متكونه ازاي وكل الكلام ده. فكده الحمد لله انا خلصت، واشوفكم باذن الله على خير السكشن الجاي.